أشهد أن لا حقيقة بعد عامين ديال القطاع أول مرة كنجي للمسجد الحسن الثاني كنا كنجيو ليه كل عام والحمد لله الأجواء جد ربانية والحمد لله كنشوف واحد جميع النساء والرجال جايين زعما واحد الفرحة بواحد النشاط جميعا الحمد لله وكنظن زعما الحمد لله هذيك الجائحة واخا مشات الحمد لله راه باقية الأثر ديالها ما بقاش زعما على الكومبورتمون ديال المغاربة والحمد لله باقي كيجيو المساجد الحمد لله كنظن أنه السيق زابري دائما كان في المستوى والحمد لله كيخشوع معاه زعما لا مثيل له في زعما الحمد لله المقاعد في المغاربة كاين بزاف ولكن الحمد لله زعما مع الصوت ومع مسجد الحسن الثاني عنده واحد طابع خاص.